احمد كريم، احمد كريم اصله يعني لازم برضو كده كل كام شهر يتحفنا بطلعه من طلعاته. نعم يا عم احمد، انت راجل بتاع فقه، اطلع قول فتوى تراثيه اللي بتتقنها واسكت. والمساحات الفكريه والحضاريه دي ارجوك بلاش تقرب منها، لانك انت كل مره بتطلع في المساحه دي تحديدا مساحه الاسلام والكفر والمسلمين وغير المسلمين بتاتي بغرائب لم يقل بها احد من خلق الله من قبل. ايه بقى حكاية ان احنا كمسلمين لسنا الافضل؟ طيب يا عمي لما في ناس افضل مننا ومنهجهم افضل منهجنا، طب ما العايز اللي شايف ان منهجهم افضل يروح لهم. ما المفروض كده، ده يأثم يعني صراحة. عجيب يعني. انت لو انت عارف ان ده الافضل، يعني في فنجانين اهو، ده في سم وده في عسل، وانت عارف السم فين والعسل فين، تأثم شرعا لو ما خدتش العسل ولا لا؟ طيب الحاجة التانية، احنا مش الافضل ليه؟ يعني احنا نحن المسلمين لسنا الافضل. لسنا الافضل في اتجاه، لحظه واحده بس، الجمله دي توهم ايه ان سبب اننا لسنا الافضل الاعتقاد. ايه؟ اعتقادنا كلمه المسلمين. لكن الحقيقه يا احمد احنا لسنا الافضل، لان في حكام زي اللي انت بتطبل لهم وتمجدهم سبب تخلفنا وفقرنا وتاخرنا وعملتهم سبب في تخلفنا. بالضبط كده. فانت لما تيجي تقول لسنا الافضل، قول لنا بعد اذنك لسنا الافضل ليه، ولسنا الافضل في ايه، ولسنا الافضل والعلاج ايه عشان نبقى الافضل. احنا المفروض مطالبين شرعا بخطاب القران الكريم ان نكون الافضل. لا وبرضه قصه ان احنا نقول الجنه ليست لنا وحدنا ولا نملك الاخره، ماشي، ما حدش قال ان احنا بنملك الاخره، انما دخول الجنه ربنا وضع له اسباب، وضع له اركان، اللي بياخد بيها بيدخلها. افهم من كلامه لك والله الذي لم يبلغه الاسلام ده من اهل الفتره، مذهب راي ونحن نحترم الاوقات بيه ونقول بيه معاه. لا في اخطر من كده. انما انا النهارده الجنه ليست لنا وحدنا، على سنك انت داخلها. طب يا عم ما تزعلش نفسك، انا بدعوك اهو، خش الجنه مع الناس الثانيه، ما تجيش معانا. يا عم انا بقول لك من دلوقتي اهو، احنا المسلمين لنا جنه على قدنا، على قد ان احنا مش الاحسن. سيبك الاحسن هناك، الله يوفقك بالتركي كولاي جالسن يا عم، الله يوفقك ويسهل لك امرك، روح يا حبيبي خش معاهم مع الناس الثانيه. لا ومصحوبا بالسلامات. في حاجه ثانيه خطيره، والله اقر التعدديه، التعدديه العقديه يعني، الله اقر التعدديه العقديه. يعني اذا كان يقصد مثلا قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يكمل الايه. مش اقرارها طبعا. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. ولا يرضى لعباد الكفر. نعم. ولا يرضى لعباد الكفر، ما اقرش بالتعدد. وبالتالي ان شاء الله بكره الموضوع ده هيبقى موضوع محوري في حلقتنا بكره، ويبقى موضوع النقاش في حلقه الغد باذن الله. حريه الاعتقاد. ايوه حريه الاعتقاد وما يتعلق بها من احكام، خلينا نؤجل الحديث عنه.